السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة المراكشية. اليوم نحضر كيكة جد رائعة، كيكة المقلوبة بالأناناس. كتجي ناجحة ومسفجة وخفيفة، حتى اللي ما عمرها حضرتها تجيها بهذه الطريقة بكل سهولة، تجيها رائعة. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ما تنسوناش اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم، نخلطوا في القناة ديالي يوصلكم كل وصفات جديدة. بسم الله. بالنسبة للمقادير تنحتاجوا جوج أكواب ديال الدقيق، كل كوب ما يعادل كل كوب 100 غرام، ما يعادل تقريبا 200 غرام اللي كنحتاجو ديال الدقيق، نص كوب ديال الزيت تقريبا 100 ملل، كوب ديال السكر الخشن ما يعادل تقريبا 150 غرام، كوب ديال الحليب 200 ملل، عندنا بعض الحبات تاع البيض، جوج ساشيات ديال الخميره ديال الحلويات 14 غرام، فانيا، علبه ديال الاناناس. وبالنسبه لهذا السيرو كذلك راه كنحتاجو ليه. بسم الله. الان كناخذ هذه الكاسونه، كناخذ هذا كوب ديال السكر كنصبوه هذه الكاسونه وكنشعلوا عليه النار وما كنحركوا هذا السكر حتى يبدا يحمر لينا باش يتكون لنا كراميل. بسم الله. بمجرد ما بدا يحمر لينا كنحركوا السكر على هذا الشكل حتى يذوب لنا كامل. بسم الله. بعد ما تشكلنا الكراميل دابت كاع داك السكر دابت كنبقى نحركو فيه، واخا تيتحجر راه كنبقى نحركو فيه، ما كتكونش النار مجهده، ما كتكونش ناقصه بزاف، حتى تكون متوسطه. ها هو وتشكل لينا. الان كنطفي لينا باش نصبوه في الطاوه ديال الكيكه. الان كناخذ هذا المول كندير ليه البرق الغذائي ومن بعد كنصبوا فيه هذا الكراميل باش الى درنا فوقو اناناس كيجينا الشكل ديالو. بسم الله. بعد ما درنا الكراميل هانتوما كتلاحظوا، الان غادي نحاولوا نستفوا الاناناس. الان كنحاولوا نستفوا الاناناس بهذا الشكل. بعد ما استفنا الاناناس تنمروا للمرحله المواليه. وبالنسبه هاد السيرو كيك ما سبق لي قلت لكم ها هو غنتركوه حتى الاخر ونقولكم اش غنديروا به. بسم الله. كناخذ هذا الخلاط الكهربائي. بالنسبه لهاد الكيكه راه سهله، اللي ما عنده الخلاط الكهربائي خلطها هيب خلاط يدوي. بسم الله. بعد البيضات على هذا الشكل كنديروا السكر الخشن، كنديروا كل مره واحده غادي كتجي هنايا فانيا، كنديروا الحليب. بسم الله. كنديروا الزيت وكنمزجوا الكل. بعد ما مزجنا الكل الان كنصبوا هذا المزيج ديالنا هذا الآنية، من بعد كنصبوا الدقيق. نتوما كتلاحظوا بالنسبه لهاد الكيكه كتجي خفيفه، كنصبوا الخميره من بعد كنصبوا الدقيق وكنبقاو نمزجوا حتى نحصلوا المزيج اللي بغينا. بعد ما مزجنا الخليط ديالنا مزيان الان غنصبوا الخليط فوق هذا المول. بسم الله. الفران سبق لينا سخنا، دائما كنسخنوا الفران مزيان حتى يسخن لنا مزيان، وكنقصوا عليه النار حتى تكون الحراره 180. وبالنسبه للفران ديال الضو كنشعلوا عليه 180 الفوق والتحت، بالنسبه ديال الغازي غنشعلوه غير التحت حتى تتنفخ لينا مزيان وكيكون كذلك الحراره متوسطه، ومن بعد كتحمر كنقصوا عليه النار كتكون متوسطه. بسم الله. بالنسبه لهاد الكيكه راه كتجي خفيفه خفيفه خفيفه، الشكل ديالها كيجي رائع. بسم الله. كندخلوا الكيكه الفران ما كنحلوش عليها مده تقريبا 35 دقيقه حتى 40 دقيقه، يعني هي كتستغرق تقريبا 50 دقيقه، لان الا فتحنا عليها راه تقدر تخسرنا ما تبقاش عاليه. بسم الله. بسم الله. بعد ما طابت لي الكيكه تقريبا استغرقت لي 55 دقيقه، كنحاولوا هذا السيرو ديال الاناناس كنحاولوا نسقيوه من الفوق بهذا الشكل، كنسقيوه لان هو بارد، الكيكه راه سخونه
كتجي كيف تلاحظوا كتجي رائعه، الشكل ديالها كيجي لذيذ وبنين. بسم الله، بعد ما سقينا الكيكه ديالنا تقريبا نص كوب حتى الكوب حسب الرغبه اللي بغيتو، الان غادي نحاولوا نقلبوها. الان كناخذ هذا الصحن باش نقلبوها، باش نقلبوا الكيكه ديالنا. انتما كي كتلاحظوا كيفاش كتجي، كتجي رائعه. حتى الورق الغذائي اللي دينا حاولنا حافظ عنا باش ما تلصقش لينا مزيان هاد الكيكه كحطيط. الشكل النهائي ديال الكيكه ديال الاناناس كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه ومسفجه ولذيذه وسهله التحضير. كنتمنى تعجبكم وغادي تعجبكم، هي جربوها وبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.